واحلى. يوم تدنو الشمس من العباد وتبحث عن ظل تستظل به ولا تجده، لا تجد ظلا على الإطلاق. في هذه الدنيا تشرق الشمس وحينما ترخي خيوطها المتهمة اللافحة وقت الظهيرة فإنك تبحث عن ظل تستظل به، وهي بعيدة علينا بمسافات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. تصور كما قال عيسى السلام: تدنو الشمس من العباد يوم القيامة، تكون الشمس فوق رؤوسنا، فوق رؤوسنا يوم العرض على الله، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، فالرب جل وعلا والإله المعبود يجيب ذاته بذاته قائلا: لله الواحد القهار، الملك لله، تبارك الذي بيده الملك. هذا المال الذي عندك والله ليس مالا لك على الحقيقة، إنما المال مال الله، أنتم مستخلفون في هذا المال، أنفقوا ينفق عليكم. تبحث عن ظل يوم القيامة لا تجد. هذه الصدقة التي تتصدق بها يا أخي تأتي وتضلك يوم القيامة. ورد في الحديث الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: المؤمن في ظل صدقته، المؤمن في ظل صدقته يسيرة كانت أو كثيرة. لا تقولوا، وهذا من باب كفران النعم، أنا مزير، أنا ما عنديش، بحال مع البيع إلى الله تبارك وتعالى، تملك قوت يومك أو أكثر، ألا تحمد الله وتقول الحمد لله على كل حال؟ بالله عليكم، من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ نريد فزعتكم، نريد وقفتكم، نريد أن تروا الله عز وجل ما يرضيه جل وعلا، أن تدخلوا في سلك القائلين الذين قال الله فيهم: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. سأشرح لكم هذه الآية بناء على قول الله تبارك وتعالى: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فسرها مجاهد بن جبر رحمه الله واحد أئمة التفسير، وهو القبر. نحن نعلم أن من الأسباب المنجية من عذاب القبر الصدقة. الصدقة عذاب القبر حق، عذاب القبر حق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه في كل صلاة، كما ورد في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع، من بينها: وأعوذ بالله من عذاب القبر. عذاب القبر حق، وهو على الروح والبدن جميعا. تصور هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى هذا الحديث، وهو حديث صحيح لا غبار عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وضع الميت في قبره، أنا ميت وأنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محموله، النفس الموت باب وكل الناس داخله، الجميع يدخل من هذا الباب ليصلي الآن من هذا الباب، كذلك الموت له باب سندخل منه جميعا، شئنا أم أبينا، بأي وسيلة متنا أو متنا سندخل باب الموت، الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الباب ما الدهر. هذا هو السؤال: ما هي الدهر التي سنحصل عليها بعد الباب؟ أجنة العرض والسماوات والأرض أم سقر؟ نسأل الله السلامة والعافية. احمد ربكم أيها الإخوة على هذه النعم، نعمة الإسلام، نعمة الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه قائلا كما في الحديث الصحيح: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الانتكاسة نخشى على الناس من الانتكاسة ومن الردة ومن التقهقر، نعم، ومن التردي. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والانتكاسة سببها أمران أيها الإخوة. الأمر الأول: عدم سؤال الله تبارك وتعالى الثبات على الاستقامة، وشكر الله على ما أنت فيه من نعم. احذر أيها الأخ الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. احمدوا ربكم على نعمة الإسلام واشكروه عليها، وسألوا الله الثبات عليها. إذا وضع الميت في قبره سأموت وتموت، سندخل قبورنا، سندفن، سيحملك ابنك، سيحملك أصحابك، ستحملك عشيرتك وجماعتك،
كلهم سيحملونك وسيضعونك ليس في المتوى الأخير كما تردد علينا وسائل الإعلام. المتوى الأخير إما جنة أو نار، ولا يقال